هل من كتر الضغوطات بتاعت الشغل وبتاعت الحياه حسيتي في مره كده ان انت مقصره مع ولادك؟ صراحة يعني عشان هي اللي بتقول ان انا مثلا بقدر ان انا اوفق بين ده وبين ده وبين ده، في حاجة لازم، اصل هو اليوم 24 ساعة، فال 24 ساعة لو هيتقسموا على بيت وزوج واولاد وشغل اكيد في حاجة هتاخد على حساب حاجة، ممكن ياخدوا على حساب راحتك. ففعلا انا ولادي عشان كانوا صغيرين جدا فحسيت لفترة ان انا لا مقصرة معهم، بالذات شغل الهاند ميد على قد ما ليه متعة بياخد وقت طويل جدا، مجهود فكري كمان، مجهود فكري وان انا وابداعي يا جماعة، تكرييت، انت بتكرييت بالظبط، والنحت نفسه بياخد وقت عشان اطلع شكل حلو، فوقت الطويل كمان اميرة بتعمل المجات 3D يا جماعة، عرايس كده ان شاء الله بوريكم. بس فجيت وهم صغيرين جدا، ده اللي خلاني فتره اخد قرار ان انا هوقف، لان انا الشغل بالنسبه لي مختلف شويه، انا الشغل كهوايه واخده كهوايه، فطبعا لما تبقى عندك هوايه بس ولادك محتاجين لك، خلاص انا كده كأم بفاضل بين حاجتين، هوايتي الشخصيه وولادي. صح. فطبعا في فتره معينه قلت لا يكبروا كده شويه وارجع تاني، ورجعت الحمد لله.